السلام عليكم. في البداية طبعا أنا سأعتذر بسبب صوتي لأنه أصابني زكام مفاجئ في اللحظات الأخيرة، صوتي بدأ يروح شيئا فشيئا، وبحاول طبعا أرفعه، لكن أنا أعرف صوتي وملاحظ أنه فعلا صوتي يعني صاير نشاز، فأعتذر من البداية ثم نبدأ. بسم الله. عاش الجاحظ في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين، أما ابن رشد فقد عاش في القرن الثاني عشر الميلادي، وعاش معاصرا له تقريبا، وإن كان قد توفي بعده بما لا يقل عن 40 عاما، محي الدين بن عربي. لماذا أذكر هؤلاء الثلاثة الآن في مستهل محاضرة تناقش فكر مفكر عربي معاصر عاش بعدهم بمئات السنين؟ سيقول قائل في محاولة الإجابة: إنك تود القول إن الثقافة العربية ممتدة عبر القرون، وما يختفي عالم أو مفكر حتى يظهر آخر جديد. وسيجيب ثان: لأن هؤلاء من رموز العقل العربي عبر القرون المختلفة، وبدهي أن يأتي ذكرهم عندما نتطرق لمشروع مفكر معاصر نذر حياته لنقد هذا العقل العربي. وفي الحقيقة فإن هذه الإجابة الثانية هي التي أصابت كبد الحقيقة ومصارينها. فالجاحظ وابن عربي وابن رشد كانوا رموز الأنظمة المعرفية الثلاثة التي تحكم العقل العربي، وفق ما أكد محمد عابد الجابري في كتابه بنية العقل العربي، الذي يشكل مع كتب أخرى مشروعه الفكري في نقد هذا العقل. هذه الأنظمة الثلاثة هي البيان والعرفان والبرهان، التي أظن أن ضيفنا سيتطرق لها بشيء من التفصيل في هذه المحاضرة. ولا أخالني بحاجة إلى توضيح الواضح بالقول إن الجاحظ صاحب البيان والتبيين هو تمثيل الجابري لنظام البيان، أو أن محي الدين بن عربي هو تمثيله للعرفان، أو أن البرهان سيكون بكل تأكيد لابن رشد. يصف ضيفنا الجابري برجل المعارك الفكرية الكبرى، الذي كان مهموما بسؤال النهضة، وشعاره دائما احترام العقل الجمعي للإنسان العربي. فقد ظل عبر مشروعه الفكري الذي بسطه في كتبه تكوين العقل العربي وبنية العقل العربي والعقل السياسي العربي والعقل الأخلاقي العربي وغيرها من كتب أخرى، ظل حسب ضيفنا يعيد إنتاج الأسئلة من جديد، يبحث في تطوير التساؤلات، يسائل المعرفة إجابات تعمر أكثر، فسلطة النص لديه متحررة من عقدة الكمال نحو البقاء أكثر على سطح الموضوع محل الدرس. إن سعي المعرفة والذي هو دائما في اتصال إنه سعي المعرفة والذي هو دائما في اتصال، فقطار الوعي لديه يتصل بمركبات عدة. وإذا كان ضيفنا الكاتب والباحث السوداني غسان علي عثمان قد خص مشروع الجابري بأحد كتبه، ألا وهو كتاب محمد عابد الجابري قراءة في مشروع نقد العقل العربي، فمن المؤكد أننا موعودون في هذه المحاضرة بفهم أعمق وشرح أوفى لهذا المشروع، خاصة أنه وصف الجابري مرة بأنه يتناول القضايا الصعبة بلغة سهلة، على عكس عدد غير قليل من الكتاب المغاربة الآخرين. ومن يستمع لمحاضرات غسان علي عثمان أو يتابع حلقات برنامجه الوراق على فضائية سودانية 24 سيعرف أنه هو الآخر يتناول قضايا صعبة بلغة سهلة. في 8 نوفمبر عام 1992 زارنا هنا في مسقط محمد عابد الجابري، وألقى محاضرة في النادي الثقافي بعنوان تجديد الفكر العربي،
افتتحها بالقول: إن المسافة المكانية أو الزمانية في الوطن العربي ليس لها إلا مدلول واحد، هو وحدة هذا الوطن وتاريخه وتواصل أفكار أبنائه. وهل أدل على ذلك من أننا الآن في مسقط نقرأ مشروع مفكر من المغرب بواسطة باحث من السودان؟ إذن ما دام الوطن العربي واحدا كما يقول الجابري، فإننا نقول لغسان علي عثمان أيضا: أهلا بك في وطنك. وقبل أن أدعوه للبدء في محاضرته، أنوه أن له غير كتابه عن الجابري كتبا أخرى، هي الهوية السودانية، تفكيك المقولات الفاسدة، في نقد العلمانية، قراءة وتفكيك، عنف النخبة، قراءة في جذور التكوين والامتياز، ديكور العويل في معنى السيرة، وغيرها من الأبحاث المنشورة في العديد من الدوريات والصحف، كما شغل عددا من المناصب الثقافية، منها رئاسة تحرير مجلة الخرطوم وإدارة مشروع 100 كتاب في الثقافة السودانية. وكما ذكرت قبل قليل، هو معد ومقدم برنامج الوراق الثقافي على قناة سودانية 24. إذن أدعو الأستاذ غسان علي عثمان للحديث عن مشروع محمد عابد الجابري الفكري في نقد العقل العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية السلام عليكم، والتحية، كل التحية للجمعية العمانية، للكتاب والأدباء، وأيضا لصديق الأستاذ سليمان، ولكم يعني لتكبدكم المشاق وحضوركم، لعل ما نقول أن يكون يعني مفيدا في اتجاه تفكيك أكثر ومحاولة فهم أعمق لمشروع كبير جدا، لا يمكن لمحاضرة واحدة أو عدد من المحاضرات أن تفي حق ما قدمه الأستاذ الراحل محمد عابد الجابري لصالح نهضة العقل العربي. شكرا أستاذ سليمان على الكلمات الطيبات. أي بداية للحديث عن مشروع الجابري تستوجب مبدأ أن موضع مشروع هذا الرجل ضمن مشاريع فكرية بدأت في الثقافة العربية منذ فترة سبقت الجابري. سؤال النهضة سؤال من الأسئلة الرئيسة التي اشتغل عليها الجابري، لعل مشروع نقد العقل العربي في جوهره الرئيس هو محاولة للإجابة عن سؤال قديم، وهو: لماذا تأخرنا وتقدم الغرب مثلا، ولماذا تأخر العرب وتقدمت أوروبا؟ يعني هذا هو السؤال المبسط المباشر لمشروع بدأ من 1971 وإلى وفاة الجابري في العام 2010 كان لا يزال يكتب لصالح الإجابة عن هذا السؤال. الجابري يمكن أن نضعه ضمن مشاريع كبرى بدأت سابقا كما أشار أستاذ سليمان الجاحظ، لعله أولا شغال ناحية كتابة التاريخ الاجتماعي والإجابة عن الأسئلة الاجتماعية في الثقافة العربية، يمكن أن نعود بها إلى أشغال الجاحظ. الجاحظ على عكس كثير من المفكرين العرب المسلمين لم يكن انشغاله بالكتابة انشغال الكتابة السلطانية، لذلك من يقرأ رسائل الجاحظ سيجد أنه هذا انشغال خاص مختلف، يريد أن يبحث أكثر في محاولة فهم الظاهرة الاجتماعية العربية. وأيضا هذا الأمر يعود لأنه عقل الجاحظ يعتقد بأنه أي أسئلة في السياق السياسي، في الحقل السياسي، في المجال السياسي لا يمكن الإجابة عنها لسبب بسيط: الفاعل السياسي في النهاية الصوت كده كويس، طيب أنا أرجع أقول شوية، طيب الفاعل السياسي هو في النهاية منتج لهذه الظاهرة الاجتماعية. لذلك إذا أردنا أن نفهم أي ظاهرة سياسية علينا مبدأ أن نحاول تفكيك هذا التكوين، تكوين الفاعل الاجتماعي الذي هو يتصدر للفاعلية السياسية. كتابات الجاحظ، وأنا لماذا بدأت بالجاحظ؟ لأنه أجد شبها ما بين مشروع الجابري ومشروع الجاحظ. مشروع الجاحظ كان يقوم على دراسة ما يمكن تسميته باللا مفكر فيه، ما يمكن تسميته بالمستثنى من سياق الكتابات العربية. من عاصر الجاحظ حتى من كان بعده أو من كانوا قبله لن تجد أي كتابة حول محاولة فهم الظاهرة الاجتماعية العربية، لكن حينما نقرأ رسائل الجاحظ ونقرأ كتاباته حتى البيان والتبيين سنجد أنه نحن أمام شخص يحاول أن يجد مداخل مختلفة لفهم ظاهرة الحضارة العربية. لذلك كان يدرس المنسيين في الثقافة العربية، مش كده؟ إذا درست رسائل الجاحظ حينما يهتم بالبرسان والعميان، ولا حينما يهتم بالبخلاء، وحينما يهتم كل هذه التكوينات الاجتماعية كانت غائبة في الكتابة العربية. الجابري يتفق مع الجاحظ في هذا الأمر بأنه أيضا ينطلق من نفس المنطلق.
أغلب مشاريع النهضة التي بدأت قبل الجابري لعلنا يمكن أن نشير إلى جمال الدين الأفغاني وانشغالاته وكتاباته في العروة الوثقى رفقة محمد عبده وآخرين، يعني كانت انشغالات تعتقد بأن المدخل الرئيس لمحاولة الإجابة على سؤال التأخر الحضاري هو أن نجري تغييرا سياسيا مباشرا، على عكس ما كان يشتغل عليه الجابري بأنه إذا أردنا مدخلا للإجابة على سؤال النهضة فعلينا أن نعود إلى مصادر تكوين العقل العربي الذي هو صانع إما للنهضة أو صانع للتأخر. لذلك حينما بدأ في كتابه الأول في العام 1971 بكتاب العصبية والدولة، وهي نظرة جديدة لتراث ابن خلدون، أي كان المدخل ناحية الفلسفة الاجتماعية، وحينما كتب بعد ذلك كتابه حول تكوين العقل العربي أو قبل ذلك في نحن والتراث، كان بداية مشروع الجابري للإجابة عن سؤال النهضة هي إجراء حوار جديد نقدي تحليلي مع التراث العربي الإسلامي. لذلك من يقرأ كتاب نحن والتراث في العام 82 سيجد أن الجابري يقول بأنه الدوافع الرئيسية لمحاولة فهم وتحليل العقل العربي هي دوافع متعلقة بمصادر تكون هذا العقل، ومصادر هذا التكون موجودة بشكل أو بآخر في التراث الذي يحكم هذا العقل. لذلك بدأ كتاب بهذا العنوان، هي مجموعة أوراق نعم قدمها في بغداد وقدمها في دمشق وعدد من الدول، وكان يتساءل فيها عن أنه ما الذي ظل حاضرا في العقل العربي الراهن من تراثه القديم، ولذلك كان ينشئ هذه العلاقات ويقسم هذه المشاريع. لذلك أعاد قراءة الفارابي وأعاد قراءة ابن سينا وأعاد قراءة الغزالي، ونعم انتصر بشكل أو بآخر إلى ابن رشد. لذلك حينما تحدث الأستاذ سليمان في أن الأنظمة المعرفية التي قسمها الجابري ما بين البياني والعرفاني والبرهان، يبدو تماما أن الانتصار الرئيس للجابري كان انتصارا لمدرسة البرهان، بمعنى كان انتصارا للعقلانية النقدية. ولذلك بحث الجابري في التراث عن نماذج أو عن مصادر هذه العقلانية، كيف يمكن أن نعود إلى التراث لنستخرج من مصادر العقلانية العربية الإسلامية، ووجد ضالته في الوليد بن رشد. في كتاب نحن والتراث الذي اشتغل عليه الجابري للإجابة على سؤال النهضة، حكم الجابري بأنه أغالب مشاريع النهضة التي بدأت ما بعد الاستعمار فشلت في أن تجد محددا واضحا وتعريفا واضحا لمضمون النهضة. البعض ظن أن المدخل إلى النهضة هو بإقامة دولة على غرار الدولة القومية، وبالتالي نتحدث عن دولة قطرية يمكن أن تكون لها برلمانات ويمكن أن يكون لها شكل من أشكال الحكم تتشابه في سياقة مع ما قام في أوروبا في الدولة القومية الأوروبية أو ما احنا نسميها الدولة القطرية العربية. البعض ظن لا، أنه يمكن أن يعني أن نختار مدخل يتعلق بالتعليم، أن نصلح مناهج التعليم، وبالتالي هذا الأمر سيصنع تغيير ونصل إلى الإجابة على سؤال هذا التأخر الحضاري. ولذلك ينمذج الجابري بين مدرستين في سؤال النهضة العربية، المدرسة الأولى عند جمال الدين الأفغاني والمدرسة الثانية عند محمد عبده. يحكم الجابري في نحن والتراث وبقية المؤلفات أيضا بأنه كانت المشكلة الرئيسة التي وقع فيها جمال الدين الأفغاني أنه ظن بأننا يمكن أن نجري تغييرا جذريا في سياق حضارتنا العربية عبر إصلاح المجال السياسي، أي أن نبدأ بإصلاح المجال السياسي وإقامة الدولة، ومن هنا يمكن عبر هذه الدولة أن نصنع مشروعا نهضوية. وكان هذا المشروع في رؤية الجابري أن جمال الدين الأفغاني استخدم الدين في السياسة، هذا تعبير الجابري يعني، ولأنه كانت الجامعة الإسلامية التي اقترحها جمال الدين الأفغاني تقوم على وحدة عربية كاملة، واحد من أشراط الرئيسة تطبيق الشريعة. حتى في حواراته مع المفكرين وسجالاته مع الباب العالي كان يظن بأن العودة إلى اللغة العربية كاللغة الدواوين وتطبيق الشريعة بقوة الدولة يمكن أن يصنع مشروع نهضوي. ولذلك فشل يعتقد الجابري، لأنه هذا مشروع قاصر، لأنه لا ينظر إلى الظاهرة الاجتماعية في مطلقة في تكون الكلي، إنما يختار جزء منه ويحاول أن ينطلق بهذا الجزء لإقامة مشروع واحد من يعني ضرورياته، أن ينظر إلى مصادر تكونه، إلى طبيعة وعيه الأولى، إلى من يمكن أن يسموا بالآباء المؤسسين لهذا المشروع. في النموذج الثاني يقترح ينظر الجابري أيضا لمحمد عبده، لأن محمد عبده كان ينظر برؤية مختلفة، ولذلك فارق مشروع جمال الدين الأفغاني. إذا كان جمال الدين الأفغاني في سبيل إقامة الدولة وأن الإصلاح يبدأ بإصلاح المجال السياسي، لم يتورع على أن يكون براغماتيا بامتياز. ولذلك من يقرأ تاريخ جمال الدين الأفغاني سيعرف أنه كان للوصول إلى الهدف
يعني ليست لديه أي مشكلة في أن يتحالف مع من ضد من وأن يغير تحالفاته وولاءاته فقط ليصل إلى مشروعه الذي لم يتم. لذلك كانت نهايته بسبب من أفعاله السياسية حينما كان في مصر، يعني كان مهددا سياسيا فطرد، ذهب إلى الهند فأيضا كان مهددا سياسيا فطرد. حتى إحنا في السودان نانا لا شيء من جمال الدين الأفغاني. من يقرأ العروة الوثقى أيام قيام الثورة المهدية في السودان، كان جمال الدين الأفغاني يجري مفاوضات مع سيرت وزير خارجية بريطانيا بأنه يمكن أن يقضي على ما سماه التمرد في السودان الذي نشأ ضد غردون، ضد ممثل الباب العالي أو ممثل الخديوية المصرية. ووصلت براغماتية جمال الدين الأفغاني في الحالة السودانية بأنه والله حتى هذا المهدي كان تلميذا لي في الأزهر، والمهدي طبعا لم يرى الأزهر يعني أبدا يعني وكذا. فهذه واحدة من النتائج التي وصل لها الجابري بأن مشروع جمال الدين الأفغاني كان مشروعا براغماتيا لن ولم يستطيع أن ينشئ تغييرا جذريا في الحضارة العربية لاعتماده على مكون أضعف في الحضارة العربية، وهو مكون سياسي قابل بطبيعته للتغير والتبدل واختيار ولاءات متعددة. في حالة محمد عبده أيضا يقول الجابري بأن محمد عبده اختار طريقا آخرا حينما اختلف مع أستاذه جمال الدين وعاد من باريس إلى مصر، بأنه يمكن أن نصنع مشروعا نهضويا عبر المؤسسة التعليمية، أي عبر مؤسسة التعليم. لذلك كان محمد عبده على علاقات قوية جدا مع اللورد كرومر لتقوية الأزهر ومناهجه والمؤسسة التربوية التعليمية في مصر. المشروعين الرئيسيين هما دي اللي بدأ بهم الجابري في نقد المشاريع النهضوية العربية، والتي تندرج تحت حكم العام بأن هذه المشاريع لم تستطع أن تحدد مضمونا واضحا واحدا للمقصود بالنهضة. أيضا يشير الجابري بشكل أو بآخر حينما يعود إلى التراث يطرح سؤال، يقول لماذا أستخدم العقل العربي ولا أستخدم الفكر العربي؟ لأنه ثمت نقد قدم للجابري، وأبتكر علي حرب بالضبط نعم قدم له نقدا بأنه يعني لا نستطيع أن نتحدث عن عقل عربي وعقل غربي، عقل هندي وعقل هذا الأمر منهجيا يعتقد علي حرب أنه صعب. فكان يقترح بأنه كان على الجابري أن يسمي مشروعه في نقد الفكر العربي وليس نقد العقل العربي. لكن لأنه الجابري ابن المدرسة الفرنسية في الفلسفة، فكان يعرف العقل بأنه يقصد بالعقل الأكتيفيتي الفاعلية وليس النظام، يتحدث عن نظام الأفكار الذي أنتج منتوجا عربيا أدبيا سياسيا اجتماعيا اقتصاديا. وبالتالي يعتقد الجابري أنه لا يقصد بأن هناك نظاما عقليا عربيا، بل يقصد بأن هناك نظام للأفكار أو هناك منتج تم وفق هذه الفاعلية تستند على مصادرها ومرجعياتها ووعيها وتصوراتها وفهمها لطبيعة العالم، وعلى ضوء هذه التصورات تبني رؤيتها. لذلك يسمي العقل بالفاعلية ولا يسميه بالنظام. الناس علي حرب يمكن برضو بيفتكروا الأمر ذي لأنه ظنوا بأن المقصود بالعقل بأن هناك نظاما دقيقا يعني ميكانيكيا يمكن أن ندخل شيء في مدخل هذه الآلة العقلية فتنتج شيء آخر لا يمكن أن نسميه عربي أفريقي. لذلك الجابري يقول أنا أقصد الفاعلية، فاعلية الأفكار التي هي بشكل أو بآخر تستند على الذاكرة التي تتعامل مع الأشياء وتتعامل مع العالم. فكان هذا هو التعريف للعقل، التعبير عربي نفسه وقف فيه الجابري. كثير من الدراسات أو من الأبحاث كانت تعتقد بأن الحديث عن العروبة هو حديث عرقي، بمعنى أن ثمة عرق عربي نحن نتحدث معه، وهذا العرق يعني في حالة من النقاء الثقافي يعني والنقاء العرقي، ويحمل DNA واحد يعني وكذا. وبالتالي هذا الأمر موجه لمن يعني ينسلون من هذا المنحدر أو من هذا المكان أن يكونوا عربا بالعرق. يعتقد الجابري، والجابري أصلا أمازيقي ليس عربيا بالعرق، حتى أن الأمازيغ يعني في صراع دائم ومستديم مع مشروع الجابري، لأنه يعتقد أنه تنكر إلى هويته الرئيسية بأنه كان داعية عروبية كبير دون هويته المركزية، هويته الأمازيغية. يعتقد الجابري أن الحديث عن العروبة في تقديره هو حديث حول الهوية الثقافية العربية، وهذه الهوية الثقافية العربية لها محددات. المحدد الأول هو في تقدير الجابري هذا المحدد الثقافي يتمثل في اللغة. وأيضا أجاب الجابري لأنه تعرض إلى نقد كبير، قالوا له اللغة ليست إلا أداة، فكيف يمكن أن تكون اللغة محدد من محددات الهوية؟ والجابري يعود ليعيد تعريف اللغة بأن اللغة ليست أداة، اللغة هي نظام للتفكير، وأن هذه اللغة كما يعني استشهد بعبارة هيردر
أستاذ حبيب يعني في الفلسفة الألمانية أننا نفكر كما نتكلم ونتكلم كما نفكر. إذن هذه اللغة ليست أداة توصيل محايدة، بل هي نفسها تدخل ضمن إنتاج المعرفة. لذلك اللغة لهذا المحدد الرئيس الذي دفع بالجابر أن يقول أنا أقصد أن العروبة نفسها لم يكن لها أن تتكون، لم يكن ممكن لها أن تتكون إذا لم تستند على هذا الهجين من الثقافات الهندية والفارسية والإفريقية وكذا. لذلك الجابري يسمي العروبة أو العربية بقومية القوميات، يعتقد أن العروبة ما هي إلا قومية القوميات لأنها استوعبت كل الداخل إليها، حتى من الحضارة اليونانية والحضارة السريانية وكل ما أنتجت الحضارات السابقة استطاعت الثقافة العربية عبر المفكرية أن توطن هذا الداخل وأن تجعله أصيل في سياق الحضاري. فلذلك كان لابد أن نقف عند المصطلحين دي لأنه يقصد بالعروبة القومية الثقافية لمن يتحدثون باللغة العربية، لأنه يعتقد أنه من يتحدث باللغة العربية هذا يعني أنه يفكر داخل سياق الثقافة العربية. وحتى أنه يضرب مثل ذكي جدا يقول إذا سألت أي مواطن عربي وأجرى يعني وأنشأنا مسرحا وطلبنا من شخص شاعر مثلا أن يستشهد بما يوجد في الذاكرة من الشعر، فلن يجد إلا المتنبي وأضراب المتنبي، لن يستطيع أن يستلف شاعرا إفريقيا أو أن يستلف شاعرا هنديا أو شاعرا فارسيا وكذا، لأنه الذاكرة نفسها بنيت على هذه المصادر. لذلك يعتقد أنه العقل العربي اللي هو قومية القوميات محكوم بشكل أو بآخر بهذا التراث. ولذلك له عبارة ذكية أيضا أسميها، يقول محمد عابد الجابري أن هذا التراث يعيش فينا ونعيش فيه. ولذلك أي محاولة لإقصاء التراث للتخلص من التراث، ونسأتي أيضا هو بماذا يعني التراث، هي محاولة فاشلة لأنها هي محاولة قطيعة مع الذات المركزية للثقافة العربية. سئل أيضا الجابري ماذا تعني بالتراث، وتعبير تراث نفسه كأنه يأتي من ميراث، لأنه هذا الأمر يعني ينتقل بالمجايرة مش كده من جيل إلى جيل إلى جيل، ويصبح يعني أمرا حتميا أن تفكر داخله وأن لا تستطيع أن تفكر خارجه وكذا. يعتقد الجابري أن كل الإنتاج العربي، الإنتاج الأدبي وكل العلوم والفنون والآداب التي كتبت بالعربية، بل وحتى هذا التاريخ الذي نسميه الأخبار العربية والمرويات العربية وسياق تدويننا لكل الذاكرة العربية، هذا التراث يعيش فينا بالقوة، لن نستطيع أن نتخلص منه، بل أحيانا كما يقول الجابري يعيش في اللاوعي. لذلك يقول الجابري إذا أردنا أن نتحدث عن سياق الدولة الحديثة سنجد أنه لابد أن يكون الماوردي حاضرا بأحكامه السلطانية شيئا أم أبينا، ويابد أن يكون ابن المقفى حاضرا في شكل بناء الطبقة يعني أمام الحاكم وكذا. لذلك يعود بكل فعل راهن في فعلنا السياسي إلى مصدر في التراث، بل في الآداب وفي العلوم وفي الاقتصاد وفي كل ما يفكر فيه العربي، حسب ظن الجابري بأنه محكوم بشيء من الحتمية التاريخية. دعنا نقول الحتمية التاريخية بين قوسين، لأنه ثمت نقاشات يعني حول موضوع الحتمية التاريخية بطبيعة الحال. الجابري في سؤال النهضة حينما قال أن هذا التراث يعيش فينا ونعيش فيه، فقد اقترح يعني شرطين للتعامل مع هذا التراث. الشرط الأول سماه الجابري بالمعقولية، والشرط الآخر سماه بالموضوعية. يقصد الجابري بالمعقولية بأننا نحتاج أن نعود لإعادة كتابة هذا التراث، لأنه إذا قرأت الطبري أنه معركة ما كان عدد قتل أعداء المسلمين بمش عارف يعني 500,000 ولا مليون شخص ولا كذا، هذا الأمر بالتحقيق التاريخي لا يمكن أن يكون. لذلك اعتقد الجابري أن هذه التركة من التراث نحتاج أن نعود إليها لنحقق فيها شرط الموضوعية، وهذا الشرط المعقولية آسف شرط المعقولية أن نعيد كتابة هذا التراث بشكل يبحث أكثر ويفكك أكثر طبيعة المصادر، وينظر أكثر في جدية وصدقية وموثوقية كذلك المرويات والكتب التاريخية. فهذا الشرط المعقول هذا، ولأنه سنأتي لاحقا في الحديث لأنه الجابري أيضا قسم العقل العربي إلى معقول ولا معقول يعني، وأيضا اللا معقول يستند على هذا التراث والمعقول يستند على تراث آخر اقترحه الجابري. فهذا الشرط الأول أن نعيد لإعادة كتابة هذا التراث. شرط الموضوعية يعتقد الجابري، وهذا أيضا موجود في عدد من كتبه، يعني أنه لا يمكن أن يكون كل ما في التراث صالحا لراهن الحضارة العربية الإسلامية، وأيضا بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون هذا التراث أو أن نجري قطيع ما
على الطريقة الفرنسية يعني طريقة غاستون باشلر، يعني أن نتخلص تمام من هذا التراث ونضعه في المتاحف، ونعتقد بأن هذه الحضارة بدأت مع الدولة القطرية بعد تقسيمات ساكس بيكو. فيقول لا، علينا أن هذا التراث يصعب تماما الفكاك منه، لذلك ننظر في هذا التراث نظرة نقدية عقلانية تحليلية لمحاولة إيجاد ما يمكن أن نستفيد منه الآن وما علينا أن نتخلص منه. فديل شرطين رئيسيين اقترحهم الجابري لمحاولة النقاش مع التراث. الجابري فيما يتعلق بسؤال النهضة، وهو له كتاب سابق لهذه الكتب يسمى الفكر العربي المعاصر، وفي هذا الكتاب أيضا استطاع الجابري أو قام بتحليل أغلب المشاريع النهضوية العربية التي أيضا رامت أن تجيب عن هذا السؤال، سؤال لماذا تأخرنا وتقدم الغرب. وفي ذلك قسم، قال بأنه سمت مشاريع سلفية، هذه المشاريع السلفية كانت تعتقد بأنه لن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وبالتالي علينا أن نعيد نفس التجربة الحضارية التي نشأت في المدينة المنورة أو نشأت في الحواضر الإسلامية الأولى، وبموجب هذه التجربة نستطيع أن نعالج مشاكل اليوم. واعتقد الجابر أن هذه نظرة سلفية تقفز على الزمن الثقافي وعلى الزمن التاريخي، وتعتقد بأنه ليس سمت متغيرات جرت داخل هذه الحضارة، وبالتالي الأسئلة نفس الأسئلة والمشكلة نفس المشكلة، لذلك يعتقد أن هذه المدرسة لازالت معتقلة في زمن ثقافي لا تنتمي إليه. فيعتقد أن هذا مشروع ليس علينا أن ننظر إليه نظرة يعني جدية، ولا يمكن أن تجري تغيير. هناك مدرسة أخرى وهي مدرسة تغريبية ظنت بأنه فقط نتخلص من هذا التراث وأن نستلف عصر الأنوار وعصر التنوير والحداثة وبموجبه يمكن أن نقيم حضارة عربية إسلامية. يعتقد الجابري بأنه ما نسميه بعصر الأنوار والتنوير نشأ في سياق يخصه وبأسئلة تخصه وبمشكلات تخصه، وبالتالي يقول لا نستطيع أن ننقل نتائج هذه النهضة الأوروبية إلى الحضارة العربية، لكن علينا أن نستفيد من الأدوات التي استخدمتها هذه الحداثة وهذه النهضة لإقامة نهضة تخصنا ولا تكون نهضة مستلفة. فبنفس القدر الذي رفض فيه الجابري هذه النظرة السلفية، رفض أيضا هذه النظرة التغريبية التي تعتقد بأنه لا يوجد في هذا التراث ما يمكن أن يكون نافعا لليوم. نظر في تيارات أخرى قالت بأنه والله إذا استلفنا واستوردنا التقنية الغربية يمكن أن نقيم حضارة، يعني نعمل مصانع يعني ونعمل صناعات ثقيلة، ولعله ده أمر يعني موجود في تجاربنا السياسية العربية، يمكن أن نشير إلى أكثر من تجربة يعني وكذا، وأنه نقل الآلة يصنع النهضة. يقول الجابري هذه الآلة نفسها يعني ليست آلة مجردة، هي آلة تحمل بشكل أو بآخر مضمون السياق الذي نشأت فيه. وبالتالي وأنا دائما أسي أقول أحيانا الآن لما يجي النقاش حول موضوع الحداثة أو ما بعد الحداثة اليوم، الإجابة أنه نحن لم ننتج هذه الحداثة ولم ننتج يعني ما وصل إليه الغرب فيما بعد الحداثة، لذلك استخدامنا لهذه الحداثة متمثلة في أشياء كثيرة، إما أن يكون استخداما أخرقا أو استخداما ضد الحداثة نفسها لسبب بسيط، أنه لا تنتج الآلة ولا ينتج المضمون التقني نفسه بمعزل عن العقل الذي أنتج هذا المضمون، أي يعني أنه حامل لطبيعة الوعي الذي اختار، وهذا أمر يمكن أن تلمسه في كثير من النقاط. قدم الجابري نقده أيضا لبعض المشاريع التي اعتقدت بأنه هناك تاريخ ومشرق ومضيء متمثل لنقل يعني في عصر الترجمة مثلا الذي كان في عهد المامون، وذلك العصر الذي كان عصرا انفتاحيا، فهناك فرق وجماعات قامت في تلك الفترة، علينا أن نكون استمرارا لها، ولعله يشير هنا إلى الاعتزال أو إلى المعتزلة، لأنه الآن في تيارات تعتقد أنه فقط إذا يعني اشتغلنا على منهج الاعتزال يمكن أن نجيب على أسئلة الراهن. واحدة من شروط الموضوعية العقلانية أنه لكل زمن ثقافي أسئلته بطبيعة الحال، ولكل زمن ثقافي قضاياه، لذلك نحن لا نستلف من التراث لإقامة علاقة مع الواقع، نحن مبدأ كما يقول الجابري نعيد بناء هذه العلاقة مع التراث عبر شرط المعقولية وشرط الموضوعية والعقلانية. لذلك كان هذا مفتتح مشروع الجابري. وفي هذا المفتتح يقول الجابري أيضا أنه حينما نقرأ كتابه بنية العقل العربي، البعض يقول بنية وبنية لأنها صحيحات يعني ما في مشكلة، يقسم كما أشار الأستاذ سليمان البيان والعرفان والبرهان، وهذه الأنظمة المعرفية يعتقد الجابري بأنها هي التي ظلت تحكم هذا التراث
في سياق الذي نشأ فيه وأيضا في طبيعة نظرتنا إلى هذا التراث. البيان هناك عبارة لافتة جدا يستخدمها الجابري فيما يتعلق بمسألة البيان بحقل البيان، يقول الأعرابي صانع اللغة. الأعرابي صانع اللغة، يقول الجابري بأنه حينما في القرن الثاني يعني في بداية عصر التدوين، حينما أرادت الثقافة العربية أن تدون هذه اللغة العربية، كانت تضع شرطا رئيسيا بأنه لن نأخذ هذه اللغة إلا بمن لم يلحن، مش كده، من لم يختلط بالحضر وظل موجودا في الصحراء لأنه يملك اللغة الصحيحة. فاستفادوا، فتحوا عمل يعني إعلان يعني باللغة الحديثة يعني بأنه نريد أن يأتي إلينا من هم لا يزال يعيش في البادية لأنهم يملكون اللغة الصحيحة لنعيد كتابة وتدوين اللغة. أمر طبيعي، وين المشكلة يعني إذا انتخبناهم؟ يقول الجابر بأنه هذا الأمر واحد من المشكلات الرئيسية، أنه إذا ما أجرينا تمايزا بين عالم الأعرابي وعالم دعنا نقول الحضري أو المدني، سنجد الآتي: عالم الأعرابي عالم حسي، بمعنى أنه ينظر إلى الأشياء، ولعله الأمر ممكن يشير إلى دراسة مهمة جدا يعني تقرب الفهم أجراها الدكتور علي الوردي في كتابه، سأذكر عنوان الكتاب، يقول الدكتور علي الوردي وهذا يقربنا أكثر للجابري، لا هو كتاب، هي رسالة صغيرة لعلي الوردي كان يتحدث فيها عن البداوة والحضارة يعني نقدا على نص ابن خلدون. يقول علي الوردي بأنه العقل يعني هذا عقل الأعرابي هذا يقوم على الاستحواذ ولا يقوم على الإنتاج، بمعنى أنه والأمر ده ممكن حتى إحنا عندنا في السودان بنشوفه يعني وكذا في بادياتنا يعني وكذا، يمكن أن تجي شخصا بدويا يملك آلاف الرؤوس من الأبقار مثلا أو من الماشية، وهذا الرأس المال البشري الكبير لا ينتج ولا يغير في موقعه الاجتماعي ولا في وعيه الثقافي مش كده ولا في موقعه السياسي، لكن تقوم إرادته على هذا الاستحواذ، هذا الرأس المال يوفر له موقعا قبليا مش كده، ويمنح هذا الموقع في سياق متخلف ضمن سياق قراءتنا للدولة الحديثة. ولذلك يقول الجابري لم هنا الآن حينما نقول هذه اللغة العربية لم تتطور ولم تستطيع أن تستوعب المتغيرات والمنجزات العلمية لأنها كتبت وفق أفق يعيش في زمن ثقافي قديم وسحيق. ولذلك تساءل الجابري لماذا لم تحتوي القواميس العربية على اللغات الآلة على أسماء الآلات، رغم أن القرن الثاني والثالث في الدولة زمن الدولة العباسية كان جرى تطور كبير في العلوم، لكن لن تجد هذه الأسماء، بل تجد مباشرة العودة إلى أصل هذه اللغة في باديتها. لذلك اعتقد الجابري بأن هذا التقسيم ما بين البداوة والحضارة اللي افترعه ابن خلدون هو الذي صنع ثنائية الحضارة، افترعه ابن خلدون يسميها خشونة البداوة مش كده ورقة الحضارة بهذه التسمية يعني وكذا، وسمى تجليات بطبيعة الحال، تجليات هنا وتجليات هناك. لذلك يقول الجابري في واحدة من تحليلاته الممتازة جدا حينما يشير لبعض البلدان العربية التي تجري فيها مثلا انقلابات عسكرية، أنا عاوز أقول أنه كان انشغال الجابري لم يكن انشغال في التاريخ، كان انشغال الراهن. لذلك كثير مما يشير إليه الجابري يريد أن يجيب على أسئلة في الواقع. ولذلك يقول الجابري بأنه السلطة بشكل أو بآخر في العقل العربي قامت على هذا المنطق، منطق لا يزال يمتد امتدادا يعني قويا وعميقا في سياق التراث القديم. لذلك لا نريد أن نقيم دولة على غرار الدولة القومية، ما الداعي أصلا، نحن نريد أن ننشئ معنى يتصل أكثر بطبيعة تراثنا العربي الإسلامي، واحدة من النتائج الموجودة. هذا البيان الذي رمز له بالجاحظ، نعم تأشرت به للبيان والتبيين وكذا، واحدة من مشكلات هذا البيان أنه، وهذا أمر شوية في الفلسفة يعني فيه نقاشات وكذا يعني، أنه في مشكلة فلسفية قديمة ومتجددة تسمى مشكلة اللفظ والمعنى، وهذه مشكلة موجودة حتى الآن، بمعنى أنه من عيل على من؟ هل اللفظ يصنع المعنى أم المعنى يصنع اللفظ؟ وشوية مشكلة معقدة في الفلسفة، الفلسفة اللغوية بالذات يعني وكذا، لكن عندها تبديات السياسية والاجتماعية، أنا لن أقف عندها كثير لأنه فيها نقاشات محتاجة شوية نرجع يعني ونقف عند بعض بالذات هيجل في الفلسفة الألمانية، حينما يقول هيجل كل ما هو معقول هو موجود مش كده، النظرية بتاعت هيجل وكذا. واحدة من مشكلات هذا النظام البياني الذي يعتقده الجابري بأنه يعيش في زمن ثقافي غير حقيقي أو بشكل أو بآخر متخيل،
لأنه من صنع هذا النظام البياني اختار أن يدون هذه اللغة، اللغة التي هي نظام للتفكير ونظام للأفكار في زمن ثقافي بعيد، سماه الأعرابي صانع اللغة. لذلك هذا البيان مشدود بشكل أو بآخر إلى مصادر حتمية بشكل أو بآخر، يعني يصعب عليها أن تجيب على أسئلة الواقع وأن تجيب على أسئلة الراهن. ولعله مشى أبعد، يعني ذهب أبعد من ذلك حينما قال بأنه أغلب نصوص الجاحظ على جودتها وقدرتها وقوتها وكذا، إلا أنها لا تنتمي إلى زمان الجاحظ، وأغلب الكتابات في القرن الثاني والقرن الثالث لا تنتمي إلى القرن الثاني والقرن الثالث، إنما تمتد إلى ما قبل هذه القرون، ومحاولة محاكمة الزمن التي أنشأت فيه هذه المنجزات بوقت هي لا تنتمي إليه. لذلك هنا يأتي التعارض، ما يعبر عنه في الفلسفة مشكلة اللفظ والمعنى. ونماذج هذا النظام هم الجاحظ بشكل رئيسي يعني، وغيره أيضا وكذا. لكن التركيز المركزي الذي اشتغل عليه الجابري وظن بأنه هو السبب الرئيسي في تأخر العقل العربي وفي استقالة العقل العربي، وهو نظام العرفان. قد لا أتفق كثيرا مع الجابري بأنه الجابري يرى بأن واحدة من الأسباب الرئيسة التي أقعدت العقل العربي عن إنجاز مشروع نهضوي هو العرفان. ماذا يقصد بالعرفان؟ طبعا العرفان يعود به الجابري إلى مكان أبعد مما نظن. يعتقد الجابري بأن ثنائية الظاهر والباطن أو ثنائية المطلع والحد التي أنتجت باطنيين، لعله يرمز أكثر إلى محي الدين بن عربي في مشروع في وحدة الوجود، ويرمز أكثر أيضا للحلاج، ويرمز إلى السهروردي وكذا، يعني يختار هذه النماذج ويعتقد بأن هذه النماذج المشروع الرئيسي يعني الذي نشأت فيه في الأساس قادم من خارج العقل العربي ومن خارج الحضارة العربية، بل يعود به إلى الهندية والفارسية القديمة وكذا، ويفتكر أنه واحدة من خلاصات الصراع الثقافي ما بين الحضارة العربية والحضارة الفارسية، أنه تسربت مفاهيم الباطنية القديمة في الزرادشتية إلى الثقافة العربية. وهذه المفاهيم واحدة من المشكلات الرئيسية أن تريد أن تتخلص من العالم تحت لافتة كبيرة ما يسمى في التصوف بالزهد، أي إنكار حقيقة هذا العالم والنظر بأنه وجود الإنسان في هذا العالم ما هو إلا وجود طارئ ليس وجودا حقيقيا. فماذا تنتظر من شخص كما يقول الجابري يعتقد أن هذا وجود طارئ، يعني أن ينشئ مشروع نهضوي؟ هذا أمر صعب وغير ممكن يعني وكذا. العرفان الجابري أيضا جند قلمه لمهاجمة العرفان، مهاجمة يمكن أن نلمس فيها بعدا أيديولوجيا أيضا، حتى نكون منصفين يعني، حتى نكون فقط نقول إيجابيات الجابري. لأن الهجوم المكثف على ابن سينا في كثير من جوانبه غير مبرر، والهجوم المكثف على ابن عربي أيضا غير مبرر. لماذا؟ لماذا؟ يقول الجابري أن ابن سينا لم يكن فيلسوفا، بل أبعد من ذلك ابن سينا هو المسؤول عن انحطاط العقل العربي، وهذا حكم قاسي جدا. ويعتقد أنه ثمة يعني شخصيتين لابن سينا، الطبيب نعترف بمنجزاته في الشفاء وكذا وما أنتجه من كتب، لكن المفكر يعتقد الجابري بأنه نظري أنه مشروع ابن سينا كان مشروعا شعبويا يريد أن يدمر الحضارة العربية، وده حكم فيه قسوة شديدة جدا طبعا على ابن سينا. حتى أنه كنت كتبت مقالا حينما نال الجابري جائزة ميدالية ابن سينا في الفلسفة العربية الإسلامية، أنه إذا كان ابن سينا حيا لكان اعترض على يعني أن يقلد الجابري هذا الوسام. ابن سينا في تقدير الجابري كان يريد أن يعيد الزرادشتية والمانوية في سياق الحضارة العربية في ظل الصراع الشعبوي بين الحضارة الفارسية والحضارة العربية. لذلك عاد مرة أخرى ليستلف المناهج القديمة أو التفكير الهيلينيستي القديم الذي يقوم على ثنائية أيضا تقسم الوجود إلى وجود ممكن ووجود بالقوة يعني وكذا، وأيضا تصنع شيئا مشابها لنظام البيان، لأنه يعتقد أنه كيف يمكن أن تطلب من شخص يعتقد بأن وجوده في الحياة وجود مؤقت، بمعنى أنه يعني ليس مطلوب منه في هذه الحياة إلا أن يتمثل هذا الزهد وأن يهرب باستمرار كما يقول الجابري. لذلك يقول الجابري هذا العقل العرفاني الذي أيضا ذهب أبعد من ذلك بأن ربطه بهرمس أو ما تسمى الفلسفة الهرمسية، وهي الفلسفة الهرمسية أيضا هناك كثير من النقاشات يعني حولها. أنا أفتكر المحاضرة لن تكفي لطرح كل المشروع، لذلك سأتحرك في نقاط أكثر حتى لا أخذ وقت طويل يعني وكذا. فالعرفان مسؤول مسؤولية مباشرة عن هزيمة العقل العربي.
نموذج هذا العرفان هو ابن سينا، هو الفارابي، وأيضا ابن عربي. ويعتقد الجابري أنه إذا أردنا أن نتحدث عن سؤال النهضة داخل التراث، علينا مبدأ ودا رؤية الجابري أن نتخلص من ابن سينا المفكر وأن نختار ابن سينا الطبيب، لأنه مشروع الفكري مشروع يريد كما يقول عبارات الجابري هو مسؤول عن انحطاط العقل العربي، وهو مدشن الفعلي للعقل المستقيل في العقل في الثقافة العربية. هذه عبارات الجابر. انتصر الجابري أيضا لنظام البرهان، أي انتصر لابن رشد، أي انتصر العقلانية والعقلانية النقدية دقة يعني نقدية تحليلية. يعتقد الجابري أنه، وأيضا دي واحدة من يعني فيها نقاشات ومشكلات، أن هناك عقل عربي مشرقي وعقل عربي مغربي. العقل العربي المشرقي هذا هو عقل نماذجه أو المؤسسين له ابن سينا والفارابي والغزالي والماوردي وبالفراء وكل هذه الأسماء، وكلهم وصموا بأنهم واقعين تحت هذه الثنائية، ثنائية الظاهر والباطن، أي يتحكم فيهم نظام العرفان. أما هناك عقل نقدي عقلاني يتعامل العقل المشرقي، يعني يعتقد الجابري أنه سبب هذه الهزيمة في العقل المشرقي أنه لم يطلع على المصادر الأساسية للفلسفة اليونانية، إنما اطلع على مصادر منحولة للفلسفة اليونانية. لذلك يقول الجابري أرسطو الذي كان حاضرا في المشرق ليس هو أرسطو الذي كان حاضرا في المغرب، وأفلاطون الذي كان حاضرا في المشرق ما هو إلا أفلوطين في المدرسة الإسكندرانية، وهو أفلوطين هذا يعني من أيضا ما وصل منه كان نصوص منحولة. فيعتقد الجابري أنه سبب هزيمة هذا العقل المشرقي أنه اتصل بما هو منحول من الفلسفة اليونانية التي كانت في ذلك الوقت تشكل المصدر الرئيس للحضارة الإنسانية، على عكس ابن رشد الذي اتصل اتصالا حقيقيا بالنصوص الأصيلة لأرسطو. لذلك الجابري واحد من مشاريعه أشرف على إعادة كتابة وتحرير وتفسير مؤلفات ابن رشد، فصل المقال ومناهج الأدلة وأغلب كتب ورسالة النفس وكذا والعقل. هذا العقل المشرقي عقل باطني عرفاني واقع تحت هيمنة الثنائية، رؤية الأساسية قائمة على هذا العرفان الذي ينكر العالم ويريد أن يتصل بروح مطلق كما نقول في الحلول والاتحاد في التصوف وكذا، على عكس عقل نقدي تحليلي في المغرب تعامل مع أرسطو تعامل النقديين وبالتالي أنتج هذا العقل. طبعا هذا الأمر فيه نقاش وجرى فيه نقاش. أكبر من قدم نقدا للجابري هو جورج طرابيشي، كتب كثير من كتب، يعني صحيح ممكن أنه لم يرقى إلى أن يناقش المقولات الأساسية التي اشتغل عليها الجابري، لكن يمكن أن يكون قد مارس تشويشا يعني على بعض نصوص الجابري فيما كتبه في المؤلفات. ويبدو أن واحدة من مشكلات الجابري أنه لم يكن يرد على النقد الذي يكتب حول أعماله، كان يكتفي فقط بالإنتاج. أنا أعتقد لو كان رد كان كثير من القضايا يمكن أن تستبين يعني في هذا الأمر وكذا. يستمر النقاش، وأنا يعني سأحاول أن ألخص بعض المقولات في مشروع الجابري. سؤال النهضة الذي بدأنا به في هذه العلاقة مع التراث، يعتقد الجابري أنه لن نستطيع أن نجيب عليه إلا إذا أعدنا تبني هذا العقل المغاربي المتمسك في ابن رشد، أي أن ندفن ابن سينا وندفن الفارابي وندفن الغزالي أيضا ونعيد إحياء ابن رشد. ودي مقولات طبعا في أخذ ورد بطبيعة الحال. وشرط العقلانية النقدية الذي اقترحه الجابري حينما نقرأ كتاب العقل الأخلاقي العربي، هو صدر في العام 2001 على ما أذكر، يعني أيضا قدم تحليل ممتاز لما سماه الجابري واحدة من فترات انحطاط الثقافة العربية في القرن الخامس، يعني ما يسمى بأدب المقابسات. لذلك اختار نماذج، اختار التوحيدي واختار مسكوي وكذا. كان الجابري يختار يعني ما سميناه قبيل المؤسسين، الآباء المؤسسين، أنهم كانوا ينتجوا نصوص معرفية كبرى يمكن عبر تحليلها أن نصل الإجابات حول الواقع. إذا من ثمة خلاصات، وهذا مشروع كبير لأنه كل كتاب بنية العقل العربي، تكوين العقل العربي، العقل الأخلاق العربي، العقل السياسي العربي، نحن والتراث، المعالم الخلدونية، دي مؤلفات ضخمة جدا يعني يصعب الوصول إليها. الجابري كمفكر تبنى ابن رشد بشكل مطلق، وأي محاولة لسؤال النهضة في ثقافتنا العربية هو أن نعود مرة أخرى إلى مشروع ابن رشد
اللي هو المشروع الرشد العقلاني القائم على تمايز ما ما بين الدين والعلم، تمايز ما ما بين الدين والدولة. لذلك الجابر كثير الإشارة في لكتاب فصل المقال في بين الحكمة والشريعة من اتصال، كتاب من رشد، واحد من الكتب المركزية، أنه صراعات زي صراعات العلمانية في الثقافة العربية وزي صراعات الدين والدولة يعني، التي هي أيضا بنت المشكلات الحضارة الغربية. الجابري يقترح مقترح أنه الحضارة العربية لا تحتاج للعلمانية، بل الحضارة العربية تحتاج ما سماه هو إلى العقلانية والديمقراطية. لماذا لا نحتاج العقلانية العلمانية في سياق سياسة العربية؟ لسبب بسيط يقول الجابري، لأن العلمانية فوق أنها نشأت في سياق يخصها، فهي نشأت في حضارة لم تقم على الدين، على عكس الحضارة العربية حينما كما يظن الجابري كان هناك عرب قبل الإسلام، كانت قبائل عربية قبل الإسلام، لكن تشكلت تركبت الثقافة العربية الحضارة العربية حينما تجمع العرب حول الإسلام. وبالتالي لا فكاك في تقدير الجابري ما بين الدين والثقافة، هذا ما بين الدين والسياسة، لكن علينا أن ننشئ حدود فيها شيء من التمايز. ولعله ده برضو أمر يعني فيه نقاش وممكن أن نعد هروب برضو، لأنه ما قدم إجابة واضحة محمد عابد الجابري. محمد عابد الجابري في آخر كلمات مفكر منهج رئيسي نقدي تحليلي بنيوي يستند بشكل كبير على المرجعية الفلسفية الفرنسية، بالذات لالاند وبالذات فوكو وباشلر، ودي أسماء في الفلسفة الفرنسية عرفت أيضا بانشغالاتها فيما يسمى تحليل المؤسسات الاجتماعية. محمد عابد الجابري في سياق المفكرين العرب هو أكثر من أعاد تعريف القارئ العربي بابن رشد، لأنه أعاد كتابة نصوص ابن رشد من جديد. محمد عابد الجابري موقف الحاد من العرفان، أنا قبل سميته موقف أيديولوجي، لأنه إذا انحست لابن رشد بطبيعة الحال عليك أن تقف ضد الغزالي، مش كده؟ في تهافت الفلاسفة ما كتبوا الغزالي ثم ما رد عليه ابن رشد بتهافت التهافت. مشروع محمد عبد الجابري يظن أن سؤال النهضة الإجابة عنه بعلاقة صحية، إذا كانت العبارة دقيقة، مع التراث، لا أن نترك هذا التراث في المتاحف. سؤال النهضة يمكن أن نجيب عنه في كل السياقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والمعرفية بشكل عام، إذا استطعنا أن نستخرج من هذا التراث ما يصلح مع زماننا الثقافي، إذا استطعنا أن نعيد قراءة هذا التراث وفق الوقت الذي نشأ فيه بتقعيد الحقائق داخله والتخلص من الأساطير والخرافات داخل هذا التراث. مشروع محمد عابد الجابري في كلمة أخيرة مشروع رشدي للقرن العشرين. شكرا جزيلا لكم. شكرا. شكرا لك أستاذ غسان على هذا الإبحار في مشروع محمد عابد الجابري الفكري، الذي كما يعني توقعت فعلا استطعت على الأقل لنفسي أتكلم عن نفسي إيصاله بلغة واضحة وسهلة رغم تشعبه في كتب كثيرة. نبدأ الآن المداخلات، ولمن أراد أن يطرح سؤالا على الأستاذ غسان أو لديه مداخلة ما يعني حتى بدون أسئلة تثري هذه الجلسة فأهلا به. تفضل. هذا العرض الجميل رغم سعة تعدد المآلات يعني، لكن ما يعني تحدث الكثيرين عن موضوع الأصالة في معالجة الجابري قضايا المختلفة، منها فضلت وذكرت جورج طرابيشي، يعني خصص قصة الوقت في الحديث عن ادعاءات الجابري مثل ما كان يقول، وكذلك يعني ما كتبه الدكتور علي الوردي في مسألة العقل العربي، أظن كان عنوان مهزلة الفكر العربي والعقل العربي. وهذه أيضا كانت واحدة من المسائل التي جاءت موازية فيما يتصل ب يعني ما هي محفزات دوافع الجابري
في أن يتجه هذا الاتجاه الذي انتهى بإقصاء المجموعة من المفكرين، والحديث طبعا عن أن يعني الحديث عن النهضة العربية خارج إطار هذا التلازم ما بين الدين والقومية والعروبة، يعني كان بسبب كونه أمازيغي وكان يحاول أن يعني يتنصل من جلده، أو لأنه يعني تعلم الفلسفة في المدرسة الفرنسية. أشكرك جميعا على تنظيم هذه المحاضرة القيمة، وأشكر الأستاذ غسان على طرح رائع، وكذلك الأستاذ سليمان على توضيح النقاط في بداية المحاضرة. سؤالي بسيط جدا، وهو أن الأستاذ غسان لم يتطرق إلى تفسير فهم القرآن الحكيم لتفسير محمد عابد القادري، فحسب رؤيتي أن تفسير محمد عابد القادري يتناقض تناقضا كليا مع طرح العقلاني في مشروع الفكري، فما أدري إذا أعرف رؤية الأستاذ غسان حول هذا الأمر، هل يتفق معي أو له رؤية أخرى حول تفسير القادري؟ أقدر أجاوب بنيابة عن دكتور الجابري، هل ممكن أن أفهم منكم إيش معايير التأخر والتقدم عند الجابري، ولماذا تقدم الإنسان المهاجر العربي الشرقي بالرغم من احتفاظه بالتراث في الغرب؟ لماذا تقدمت الهند المسكونة بكل ما يعتبر متأخرا وتراجعت دولنا؟ وأين العرفان في واقعنا العربي حتى يكون معوقا للتقدم؟ ولماذا نجح الغرب مع انه يحتضن كل من العرفان والفلسفه والبيان؟ شكرا. هل في تقارب بين شكيب ارسلان والجابري؟ نشكر الدكتور غسان على هذه المحاضره القيمه. ما يتعلق بمحمد عبده وجمال الدين الافغاني، هل كان محمد عبده يميل في الحقيقة للتغيير السياسي أم كان يميل إلى التغيير التربوي في البداية، وتأثر بعد ذلك بجمال الدين الألماني ثم رجع إلى منهجه السابق وهو التغيير التربوي أو المجتمعي؟ أيضا نظرية جمال الدين الأفغاني في قضية تطبيق الشريعة، أليس الأولى أن نقرأها في سياقها التاريخي؟ لأن أتصور فترة جمال الدين الأفغاني غير عن فترة محمد عابد القادري، وبالتالي النظرية في القراءة ربما ستختلف. محمد عابد القادري في قضية التراث، هل يرى تاريخية النص المطلقة؟ ما يتعلق عندنا النص والآلة، أنا أتحدث عن النص، هل يرى تاريخية النص المطلقة وما نظرته مع الجماعات القرآنية التي ربما تفرق بداية مثلا من علي عبد الرازق ثم أبو ريا مرورا إلى القرآنيين في الفترة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا ابتداء لجميع العمانيين الكتاب والأدباء من هذه الاستضافة الراغية، شكرا أستاذ غسان، شكرا أستاذ سليمان. هل كان مشروع الجابري حاضرا في الربيع العربي؟ عندي سؤال واحد أسمح في نقد لجورج طرابيشي، قام بتبيين كثير من إحالات أو ممكن نسميها ليس سرقات ولكن إحالات إلى غير مصادر للجابري، وكذلك اقتباسات كثيرة غير مشار إليها إلى مستشرقين كثيرين، يعني هل يمكن يعني هذه الجزئية يعني تستنقص أو تقلل من قدر هذا المشروع الكبير؟ عملت على موضوع أو ثنائية الجابري طرابيش. أوكي معلش. طيب ففي سؤال يتحرج كثيرون من الطرح، يعني الخلاف بين جابري وطرابيشي الى اي درجه قضيه الاسلام والمسيحيه لاعب فيه دور واعي ولا واعي، يعني فيما يخص الجدل الذي حدث؟ عندي سؤال بسيط فقط، لو تعرف باسمك بس عشان المسكري. هل استيراد العقل يعتبر استيراد العقل يعتبر تطوير العقل العربي؟
يعتبر ايش؟ افضل تطبيق استعراض العقد او استعراض مما قلت مثال استعراض المعده والمكينه ان استعراض العقل لتطوير العقل العربي. ما شاء الله يعني اسئله كثيره. اذا هذا ثاني نبدا يعني انت سجلت الاسئله واذا نسيت اسئله اسالني بذكرها. يعني في البداية شكرا جزيلا على التفاعل. أنا أفتكر أنه دي واحدة من ملامح يعني تأثير مشروع الجابري، لأن لا يزال يثير هذه الأسئلة، يعني هذا أمر غاية في الأهمية. نعم، الحديث حول الأصالة والمعاصرة وهذه ثنائية أيضا ظلت ملازمة وأعتقد ستظل، لأنه يعني نقاش الأصالة والمعاصرة في واقع الحال ليس نقاشا عربيا فقط. الآن حتى في سياق الثقافة الأوروبية يعني لا يزال النقاش مثلا في الثقافة الفرنسية يعني حتى اليوم حول ما يسمى بالتقاليد الثقافية الفرنسية، وهذه التقاليد فكرية، وبينما ضرب المجتمع الفرنسي من حداثة فالصراع قائم، بل لعله أبعد من ذلك أيضا في أسبانيا يمكن أن تلمس. يبدو أنه يعني هذا الماضي يمارس بدوره وبقوته هيمنة وتأثير على الحاضر في كل النشاط البشري. هذا أمر طبعا يبدو يعني أنه هو حاضر وكذا. الرؤية الجابري للأصالة أيضا أن تكون مربوطة بالشرطين الذي اقترحهم الجابري، شرط المعقولية وشرط الموضوعية، لأنه أصالة الشيء هذا الأصل يعني يكون أصيل حينما يستطيع أن يكون عابرا للزمن، مش كده؟ للزمن الثقافي عنده تأثير في أوقات ما بعده وكذا، يعني يكون لا تاريخي بهذا المعنى يعني وكذا. هذا مقترح الجابري. بل لعله أحيانا حينما يشير إلى موضوع هذه المعاصرة، حينما قال الجابري في أن هذا التراث يعيش فينا ونعيش فيه، فهذا يعني أن هذا التراث معاصر، مش كده؟ لأنه هذا الحضور في الوعي واللاوعي يعني بشكل أو بآخر معاصرته. علي الوردي، أنا أفتكر أنه واحدة من إنجازات علي الوردي في علم الاجتماع بالذات، وهي إنجازات ويمكن تكون سلبيات برضو، لأن انشغال الوردي كان انشغال كثير جدا بالمجتمع العراقي في تحليلاته وتطبيقاته. نادرا ما خرج الوردي إلى أن ينظر إلى بقية المكونات العربية. نعم، يمكن أن نستفيد من نتائج تحليل المجتمع العراقي يعني على الوردي، هذا أمر ممكن، لكن أنا أظن وقد أكون مخطئ يعني أنه كان ثمة انغلاق ما في أشغال الوردي دائما حول المجتمع العراقي، بل لعله هو مؤرخ المجتمع العراقي يعني وكذا. لذلك في كثير من أعماله هو يشير يقول على الوردي بأنه هذا الأمر يتعلق بالمجتمع العراقي، هذا الأمر يتعلق بالمجتمع العراقي، وكثير ما يشير إلى ذلك يعني في أعماله. محفزات ودوافع الجبر في إقصاء المشارقة، ابن رشد يعني ببساطة تمثل الجابر ابن رشد ولم يكن يستطيع أن يبصر إلى ابن رشد، تمثل الجابر العقلانية ولا كان رائد هذه العقلانية في تقدير ابن رشد، وبالتالي ابن رشد لابد أن يقصي الفارابي، ولا يد أن يقصي ابن سينا، وبطبيعة الحال لابد أن يقصي ابن صلاح والغزالي والماوردي والمقفع وكل المجموعة دي. فيبدو أنه كان هذا الانحياز هو انحياز مفاهيمي معرفي أكثر منه انحياز، لأنه في ناس اتهموا الجابري أن انتصاره للمغرب له يعني أسباب شوفينية وعصبية لأنه من المغرب، لكن لا أعتقد، لأنه في مفكرين في المشرق الجابري يستثني الكندي مثلا، يعني يستثني، يعتقد أن الكندي حالة خاصة لا يمكن أن نجمعه ما بين الفارابي وابن سينا. لذلك يقول الجابري أنه الفتوى الشهيرة لتكفير الفلاسفة فتوى ابن صلاح، هي مشهورة يعني وكذا، لم تكن تكفر الفلسفة بقدر ما كانت تكفر الفلاسفة في الفارابي وابن سينا. لذلك تجد الكندي حاضر حضور كبير، بل لعله حتى الجابري في موقف ضد التصوف كان ينظر نظر إيجابي لرسالة القشيري في التصوف، كان ينظر لها بشكل مختلف. لذلك أنا في تقديري الأسباب كانت منهجية معرفية أكثر منها أسباب عصبية وشوفينية وكذا. أستاذ أحمد، أيضا مشروع القرآن بتاع الجابري، الجابري توفى في 2010 في وقت في تقديري الشخصي ما يعني لم يكن يملك الوقت أكثر لإعادة النظر في الثلاثية بتاعت القرآن، ده في تقديري الشخصي، المدخل والفهم وأسباب النزول. لأنه إذا قارنا الأعمال دي بأعمال الجابري منذ الثمانينيات أو مطلع السبعينات، سنجد أنها في تقديري الأضعف في شغل الجابري، بل لعله استسلم لكثير من مقولات المستشرقين حول جمع القرآن والسقوط بعد الآيات، وده أمر طبعا يعني نربأ بشخص مثل محمد عبد الجابري أن يقع في مثل هذه المشكلات. فكان ظني أنه الزمن لم يسعف، أنا لا أريد أن أدافع عن الجابري، لكن هذا الرجل بهذه الجدة والنظر في المصادر يخرج الثلاثية بتاعت القرآن في زمن متقارب جدا، طبعا أنت تكون قرأتها يعني وكذا، تجعلنا نقول أنه كان نعتقد أنه كان سينظر مرة أخرى
في هذه الثلاثية، لأنه فيها مشكلات. وهو نفسه حينما تقرأ الجزء بتاع فهم القرآن، مدخل لفهم القرآن، كان يقول بأنه يدخل هذا الحقل دون تخصص. الجابر ليس فقيها، هو فيلسوفي يعني، فكان بيقول واحدة من المتاعب التي ستواجهني في كتابة هذه الثلاثية أني لست متخصصا، لكن سأحاول أن أنظر، لأنه يريد أن يكمل كل الصورة في الظاهرة. درس العقل الأخلاقي والعقل السياسي مش كده، وبنية التكوين وكل هذا، لا يستطيع أن يقفز دون أن يدرس القرآن، هذا النص المؤسس المركزي في تكوين كل هذا العقل. لذلك ظني بأنه هذه الثلاثية يعني كان احتمال أن ينظر فيها. وأيضا الآن هناك تلاميذ للجابري في المغرب يشتغلون على النظر في هذه الأعمال لمحمد عبد الجابر. وأنا أتفق معك طبعا أنه في تناقض صحيح، لأنه حينما يقول الجابري أنه في بنية العقل العربي في نقد للبيان، أن هذا البيان واقع تحت سلطة مشكلة اللفظ والمعنى، فكيف كان سيجيب على سؤال التأويل في القرآن؟ نعم في تناقض فيه، يمكن أن نتفق على هذه النقطة، لأنه موضوع التأويل يعني ما حيخرج من السياق بتاع البيان بأي حال من الأحوال. أستاذ جمال، نعم معايير التقدم، وصحيح أنا ما حقدر أكون في مواقع الجابري يعني وكذا، لكن رؤية الجابري تقوم على أنه هذه الدولة القطرية الجديدة التي رسمت حدودها وتكونت من هويات وإثنيات مختلفة، لم تستطع أن تنشئ مشروع تنموي نهضوي بالمعنى العام يعني وكذا، ويكون مشروع للدولة ومشروع للمجتمع، فلم تستطع أن تقعد الديمقراطية، ولم تستطع أن تجزل الحرية بكافة أشكال، ولم تستطع أن تعترف بحقوق الإنسان بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه حقوق الإنسان. لذلك هذه مشكلات، لأنه ينظر هو في أفق الدولة الحديثة أيضا لا يستطيع أن يخرج منه. فهذا كان معايير التقدم عند الجابري والتأخر حسب ما أفهم. يمكن لشخص آخر طبعا يقرأ الكتب هذه ويخرج بنتيجة أخرى. لما العرفان، نعم العرفان، لأن الجابري يقول هذه أجسام فكرية دخيلة على العقل العربي، لأنه يعود بها إلى زي ما ذكرت قبل في المحاضرة إلى الأديان الهندية القديمة وإلى النصوص الزرادشتية المانوية القديمة، والتي كانت بشكل أو بآخر لها سياقة المفاهيمي، ويعتقد أنها تختلف اختلافا جذريا عن طبيعة العقل العربي ده. لذلك يفتكر أن العرفان ده حينما يجزر مفهوم الظاهر والباطن يلغي إرادة الإنسان. لا أنا كان سؤالي أين هو العرفان؟ آه اليوم ما موجود عندنا. والله هو موجود. لا هو طبعا التمثل ما تمثل ظاهري، هو تمثل في نظام التفكير، مش تمثل في تكوينات. لا هو مش يقصد كده طبعا، يقصد بأن هذا أمر قائم داخل نظام التفكير نفسه، حينما نفكر بثنائية الظاهر والباطن مش بالضرورة تكون هناك تمثلات له، هذا ما يقصد يعني الجابري. أستاذ عارف برضو شكيب أرسلان، طبعا شكيب أرسلان رائد في هذا السؤال، بل لعله من أوائل من طرح هذا السؤال، سؤال النهضة. وأيضا يعني أنا دائما أقول أنه الوقت الذي كان يكتب فيه شكيب أرسلان لم تتطور المناهج النقدية الغربية على الأقل حتى تسمح له بأن ينشئ مشروع يتسلح بنفس أدوات الجابري، لكن هو رائد تماما يعني، بل لعله مصدر من مصادر النظر في التراث العربي الإسلامي لأغلب من كتبوا بعد ذلك، حتى حسن حنفي وطه عبد الرحمن وكل الأسماء دي وزكي نجيب محمود وكل الأسماء ما استطاعت أن تخرج من أسئلة شكيب أرسلان، لأنه صاحب السؤال، ده صاحب البراند يعني الرئيسي يعني وكذا. لذلك تأثير شكيب موجود وهم دائما الرجوع إليه في مؤلفاته. أستاذ جمال، طبعا موضوع محمد عبده قبل أن يقابل محمد عبده جمال الدين الأفغاني تعليمية يمكن أن تقود يعني إلى إجراء تغيير، هو الذي جعله يتأثر أكثر في تقدير جمال الدين الأفغاني، ثورية جمال الدين الأفغاني ورغبته وإلحاحه السريع على إجراء التغيير. يعني جمال الدين ما كان شخص دايناميك، كان حركي بشكل، ولذلك هو مؤسس الحراك يعني مؤسس كثير من الحراكات الإسلامية في المناطق وكذا، جمال الدين الأفغاني يعني. لذلك نعم كانت عاد محمد عبده مرة أخرى بعد خلافه، لأنه اختلف مع جمال الدين الأفغاني في أساليب العمل السياسي، اختلف معه وكتب ذلك محمد عبده أنه جمال الدين الأفغاني لا يتورع أن يفعل أي شيء في سبيل أن يحقق مشروع. يمكن أن نجلس مع الناس مع بعض لاغتيال الشاه مثلا وكذا، يمكن أن يوافق على أن يعني الخديوي إسماعيل يتم التخلص منه. لذلك يعني محمد عبده شعر برعب حينما تقرأ مؤلف كتاباته، هذا رجل في سبيل هذه البراغماتية يعني يمكن أن يفعل أي شيء. لذلك انفصل عنه وعاد بعد أن اشتغل في العلا الوثقى أعتقد 4 سنوات، عاد مرة أخرى ليشتغل على في الأزهر يعني وكذا.
فهذا صحيح يعني. نعم ننظر لنظرية تطبيق الشريعة في سياق صحيح عند جمال الدين الأفغاني وفي أفق تفكير جمال الدين الأفغاني، ما بنقدر نطبقها يعني، رغم أنه كانت الدعوة المركزية في الجامعة الإسلامية لجمال الدين الأفغاني مش تطبيق الشريعة، كانت العودة باللغة العربية إلى الدواوين مش كده، وأنه حتى طلب من السلطان بأنه يا أخي انقل العاصمة الأستانة إلى بغداد، فكان هي واحدة من محدداته للعمل، ما كان محدد رئيسي موضوع الشريعة عند جمال الدين الأفغاني. فهذه النقطة يعني، موضوع تاريخانية النظم موضوع طويل صراحة يعني، لأنه التاريخانية تربط النص بمجتمع النص، مش هذا التعريف؟ تاريخانية تربط النص بمجتمع النص. إذا في شخص بيشتغل في العلوم الإنسانية ويقول أنه لا أريد أن أشتغل بالتاريخانية سيفقد نصف أدواته المنهجية وما حيقدر يشتغل، ولو جعل منا الحاكم الرئيس في فهم النص سيغلق هذا النص. عشان كده جاوري ما اشتغل كثير فيما يتعلق بالموضوع تاريخانية النص، أكثر دول ممكن نشير نصر حامد أبو زيد، نشير إلى بعض الناس وكذا، حتى القرآنيين نفسهم بما فيهم منصور الآن اللي بيشتغل يعني في أمريكا وكذا، هم الكل اللي عملوه تعالوا نتخلص من السنة، أي نتخلص من التجربة الاجتماعية للمسلمين الأوائل ونشتغل مباشرة مع النص. وده طبعا مشكلة لأنه بناء فهوم النص نفسها قامت على هذه التجربة الحضارية مشكلة، لذلك هو بعيد تماما من مفهوم القرآنين، حتى في ثلاثية القرآن قدم نقد لموضوع الاكتفاء بالنص بشكل يعني أو بآخر. هل كان مشروع الجابري أو في الربيع العربي؟ أيوة أستاذ نزارة، هو طبعا الجابري نفسه ابن التجربة السياسية، بدأ الجابري اشتراكيا بل لعله كان يعني يذهب في المظاهرات وكذا يعني ويعمل كل الأفعال النضالية دي، لكن قال الجابري بأنه توقف فجأة لينظر في تراثه أو في تجربته السياسية، واعتقد بأنه المشكلة مش هي زي ما تبدو بسيطة تنتهي بتغيير الحكومات ولا بتغيير السياسات، لذلك ذهب ليكتب مشروع كامل في العقل نفسه الذي ينتج هذه الظواهر، الظاهرة السياسية والظاهرة الاجتماعية. لذلك مشروع مثل هذا المشروع ممكن يعني مش ممكن ما نجد له تجليات أو جماهيرية وسط قطاعات عريضة من الناس، لأنه مشروع في الأساس قائم على أمر، أنا ما أقدر أقول في تعقيد، لكن قائم على العودة مرة أخرى لقراءة المصادر الأولى في تكوين العقل العربي. لذلك ما كان مشروع شعارات، مشروع فيه شعارات أو فيه كذا، بل هو كثير ما يشير الجابري بأنه كثير من الحركات السياسية تكتفي بالشعار، حتى أنه مثلا قدم نقد لشعار الإسلام هو الحل، وقدم نقد لشعار العلمانية، وافتكر أنه كل هذه الشعارات يعني منفصلة تماما عن السياق بتاع اللي يفترض تشتغل فيه، لأنها مستلفة. لذلك عنده تعبير مهم جدا، لا نستطيع أن نحدث تغييرا حقيقيا إذا اكتفينا باستلاف النتائج دون أن ننظر لطبيعة الأدوات التي صنعت هذه النتائج. لذلك صعب نجد صدى مباشر. الجابري كان حتى في العقل السياسي العربي حينما كتبوا الجابري واشتغل بالثلاثية الشهيرة، والعلى الثلاثية أيضا مأخوذة من الفيلسوف الفرنسي ريجيس دوبري لثلاثية العقيدة والقبيلة والغنيمة، حينما عمل دي محددات وتجليات العقل العربي. لذلك الجابري مفكر في بناء المفاهيم أكثر من أن يكون مفكر ينتج الشعارات. طبعا لن نعدم كثير من الناس الذين يشتغلون الفكر أن ينتج الشعارات، يسهل جدا أن تنتج شعار، لكن يصعب أن تبني يعني هذه القواعد المعرفية. وأنا في ظني الجابري كان من هؤلاء الناس الذين ينشئون معرفة أكثر من أنهم ينشئون شعار. أستاذ محمد بر طرابيشة، هو صراحة أستاذ محمد بر طرابيشة قال الجابري حرام يعني يعني قال هو قاله في السرقات وفي استشهادات منزوعة من كتب دون الإشارة إلى المصادر، صحيح طرابيش قال نفس هذا الكلام، لكن حق نفهم أنه لم يكن الجابر يكتب هذه الكتب بمفرده، دي أهم حاجة. ثم فريق يعني أكثر من 7 أشخاص لم نكن نعرف أسماءهم إلا بعد وفاة الجابري كانوا هم المعنيين بتجهيز المادة من المصادر للجابري، فلو حنفرق دم الخطأ ممكن نتهم يعني الجماعة ذيل وكذا، نقول هم العمل عملية. أستاذ عبد الله حبيب، نعم الخلاف بين الجابري وطرابيشي، حتى أنه طرابيشي يعني حينما لم يجد أي رد من الجابري اعتقد طرابيشي بأنه هذا الأمر يعود إلى مسيحيته. طرابيشي افتكر كذا، قال لأنه أنا يعني من طرف مهمش داخل الحضارة العربية وكذا، فبالتالي الجابري لا يرد، إذا كان حسن حنفي كان رد عليه يعني كذا. لكن واقع الحال طبيعة الخلاف هو خلاف بالرؤيتين. أولا طرابيشي لا يستطيع أن ينكر العرفان أو أن يتخلص من العرفان،
لذلك الجابري كان بيفتكر أنه جملة النقد الذي قدم من المفكرين المشارقة لأنه العقل المشرقي هذا محكوم بشكل أو بآخر وعى ذلك أم لم يعي بالعرفان. فيبدو أن المشكل في المنهج أكثر منه في كذا. في مشكل آخر برضه أو خلاف آخر في الرؤية بين الجابري وطرابيشي أنه وأنا لازم أقول كذا، طرابيشي أديب أكثر منه فيلسوف. لذلك كثير من النقد الذي قدمه طرابيش أنا قلت لا يرقى بأن يكون نقدي في المقولات المركزية التي اشتغل عليها الجابري، نقدي في ظواهر، أخذت نص ليس لك، قلت أمر سقط منه كذا، ده في تقديم. وأنا لا أناصر الجابري تماما، يعني حتى أنه الكتاب الذي اشتغلت عليه فيه كثير من النقد يعني قدم لجابري. لذلك أقول هو خلاف حول رؤيتين ما بين الجابري وما بين طرابيشي يمكن أن تحضر فيه المسيحية. يمكن 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 ممكن. أستاذ حسن أفتكر ده آخر سؤال برضو، أي عن نفس النقاش أنه المفاهيم بطبيعتها يعني تنشأ في حاضنة بتخصها وتتطور وتجيب على أسئلة لها وإشكاليات تعيش فيها، وبالتالي ما تصل إليها من نتائج ما بطبيعة الحال لن تكون مشابهة لنفس المشكلات ونفس القضايا ونفس الفرضيات. لذلك هذا الاستيراد واستيراد أنا قلت موضوع الآلة وأنا تاني حقول ريجيس دوبري معلش يعني في نظرية مهمة جدا يشتغل عليها ريجيس دوبري تسمى لاميداسيون اللي هي الوسائطية، وهذه النظرية واحدة من أنا كنت قدمت ورقة قريبة عنها يعني واحدة من أهمياتها أنه التقنية تؤثر في المحتوى الثقافي والفكري ولا تنقل بشكل مجرد، هذا يعني أن الآلة حينما تنتج شيء ما لا تنقل بشيء مجرد مش كده تحمله برضو من كده. فأفتكر دي كل أسئلة مش كده. شكرا 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 جزيلا للأستاذ غسان علي عثمان على هذه المحاضرة القيمة التي أبحر فيها مع مشروع المفكر العربي الكبير محمد عابد الجابري الفكري حول نقد العقل العربي، والذي أثرانا فيه بمداخلات ثرية حول هذا المشروع. في نهاية هذه الجلسة لا يسعني إلا أن أشكر الضيف الكريم غسان علي عثمان، وأشكر أيضا الجمعية العمانية للكتاب والأدباء على هذه المحاضرة، وأدعو الأستاذ سعيد الصقلاوي رئيس الجمعية لتقديم هديته المخطط لها سلفا للأستاذ غسان علي عثمان.